هاي جايز، مرحبا فيكم من جديد. ان شاء الله اليوم معنا فيديو كتير حلو كان بناء على طلبكم. اليوم وصفتنا راح تكون ان شاء الله للايدين، بس قبل ما نبدا وصفتنا اليوم اذا بتشوفونا لاول مره لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه سبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشاركوا مع أصدقائكم لحتى يستفيدوا، وتكتبوا لي بالتعليقات كيف نتيجة الماسك معاكم، وشو وإذا حابين أي ماسكات جديدة كمان لننفذها خلال الأيام الجاية. هلأ خلينا نبدأ بالماسك تبعنا اليوم. هو ماسك بسيط وسهل وكتير راح تحبوه لأنه بسيط من البيت، ويعني ما راح ياخد منكم وقت كبير. طبعا كلنا ايدينا يعني بنعاني، بيجي بمر علينا تقلبات الفصول، بنعاني بايدينا من الجفاف، وممكن بسبب تعرضنا للشمس هذا ممكن يسبب لنا ظهور بقع داكنة او الوان ما بنحبها بايدينا، وبعدين ملمس ايدينا بكون مش ناعم زي ما احنا حابين، فهذا اكيد طبعا بسبب مشكلة واحراج لتقريبا جميع الفتيات. فهذه المشكلة حلها بسيط كتير وبماسك طبيعي جدا، اليوم راح نحكي عنه. ماسكنا اليوم راح يكون ان شاء الله مثل ما حكينا بسيط ومكونين سهلات، اللي هو عندنا اول مكون السكر اللي احنا بنستخدمه، ممكن يكون السكر الاحمر، سكر البنجر او السكر العادي. راح نستخدم معلقة صغيرة منه. طبعا احنا قلنا عارف من قبل انه السكر مفيد جدا لتقشير البشرة، وحكينا بفيديوهات قبل، بس حنرجع نعيد. السكر من افضل المكونات الطبيعيه لتقشير الجلد، سواء في الوش او في الايدين او في اي منطقه انت حابه تقشريها، يعني ممكن الاكواع، ممكن منطقه الركبه، ممكن اي منطقه انت حابه تقشريها. عندنا المكون الثاني اللي هو الليمون. طبعا قلنا احنا من قبل عن فوائد الليمون. الليمون مفيد جدا لتفتيح البشره، مفيد جدا كمان لتنشيط الكولاجين في البشرة، وبيعطي نضارة للبشرة وبنشط الخلايا وبجددها، لهيك مهم جدا. واليوم راح يفيدنا كتير وراح نلاحظ الفرق الكبير اللي راح يصير عيدين ان شاء الله. هنحتاج تقريبا عصير نص ليمونة، هنحطه على السكر، هنخلطهم مع بعض. كتير بسيط الموضوع، بس عنا شغلة قبل ما نعمل هذا الماسك راح نحتاج نعمل شغلة بسيطة جدا، وهي انه راح نحط نجيب وعاء فيه مية دافية، ضرورة تكون دافية طبعا ايدينا يتحملوها، ونحط ايدينا بهذا الوعاء طبعا لمدة وقت اللي نحس ايدينا فيه فتحت مسامها وصارت رطبة ايدينا قبل ما نعمل هذا الماسك. اليوم راح ننفذ الماسك ان شاء الله مع بعض. المية تكون دافية طبعا اللي ايدينا تقدر تتحملها، وبعدين بنجفف ايدينا طبعا بفوطة نظيفة. تمام، وبنبدأ نحط الماسك على ايدينا، وبنقعد لمدة دقيقة تقريبا واحنا بنعمل بنحرك الماسك على ايدينا بطريقة دائرية لحتى نقشر الجلد الميت. طبعا بنحركه على كل الايد وبين الاصابع وكل مكان احنا حابين انه يصير له تفتيح، لانه راح تلاحظوا ان شاء الله يعني انت عم تدلك بايدك راح تلاحظ انه في خلايا ميتة عم تطلع.
طبعا بنعمل الحركة الدائرية بس يعني أكيد ما مش بعنف، يعني شوي شوي على إيدينا لأنه ما بدنا إياهم يتجرحوا من السكر. طبعا بعد الدقيقة وإحنا عم ندلك إيدينا بحركة دائرية بنترك الماسك على إيدينا لمدة ربع ساعة. انا طبعا هن خلصت، راح اعمل ايدي الثانية هلا وبعدين اتركهم ربع ساعة وراح نغسل بمية دافية ونشوف بعدين. سوري معلش، وبعدين راح نشوف ان شاء الله النتيجة مع بعض. برجعكم ان شاء الله بعد ما اغسل ايديا وبنشوف شو بدنا نكمل الماسك، اكيد راح نكمل ان شاء الله. راح ارجع لكم ان شاء الله بعد ما اغسل ايديا، بعد ما نقعد ال 15 دقيقة واغسل ايديا، وان شاء الله راح نشوف شو كيف النتائج راح تطلع معانا وكيف بدنا نكمل، لانه في ضايل خطوة كتير مهمة راح احكيها بعد ما نرجع ان شاء الله. رجعت لكم بعد ما غسلنا الماسك. طبعا انتم ملاحظين كيف الفرق، التفتيح واللون كتير حلو والملمس كتير كتير ناعم. نصيحة يا صبايا، يعني وصفة كتير رائعة للايدين، راح تلاحظوا الفرق من اول مرة ان شاء الله. ضايل الخطوة الاخيرة اللي حكينا عنها وهو انكم تستخدموا الفازلين. الفازلين طبعا مفيد جدا وكلنا عارفين فوائده، واحنا راح نستخدمه ان شاء الله. هلا راح احط من الفازلين على ايدي. طبعا اللي ما عندها فازلين ممكن تستخدم الهاند كريم العادة اللي بتستخدمي بالعادة. انا طبعا عندي فازلين لهيك انا استخدمت الفازلين. انت طبعا اذا ما عندك فازلين فيك تستخدمي الهاند كريم. هذا الهاند كريم تبعي بستخدمه صار لي سنة طبعا عنده خلص. وهيك ان شاء الله راح تكون ايدينا حصلت على الترطيب اللي محتاجاه والتفتيح، واخذنا فوائد الليمون والسكر وقشرنا خلصنا ايدينا من الخلايا الميتة. بعطيكي طبعا ملمس ايدين كتير حلو وناعم. وطبعا اذا عندك اي مناسبة او عندك شغل او شي زي هيك راح يخلي ايديك على طول كتير مبينة حلوة وكتير ناعمة. ويعني اكيد اذا عندك اي مناسبة مع صحباتك مع عيلتك، وخصوصا احنا في رمضان ممكن يكون في لمات مع انه ممنوع بسبب كورونا، الا انه في بعضنا بروحوا لمات وجمعات وقعدات رمضان الحلوة، راح تكون ايدك على طول كتير مبينة حلوة والكل ان شاء الله راح يسألك شو اللي عملتي، لانه ايدك راح تكون مبينة انها كتير حلوة ومميزة بين الموجودين. هذا كان فيديو اليوم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك واكتبوا لي طبعا بالتعليقات شو النتيجة طلعت معكم، واذا عجبكم طلعت النتيجة حلوة شاركوا مع اصدقائكم لحتى يستفيدوا او مع عيلتكم. وان شاء الله بالفيديوهات الجاية راح يكون معنا وصفات جديدة وشغلات كتيرة راح تحبوها. من هون لوقتها ان شاء الله تكونوا بخير. باي.